حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية جديدة وصدى الأقلام. نرصد في هذه الجولة أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية. نبدأ بأهم العناوين. في صحيفة المدى 3,400,000 عراقي يسكنون العشوائيات، تغلبهم في بغداد. في موقع الترا عراق، مجلس النواب يعلن أسماء 25 مرشحا لرئاسة الجمهورية. في موقع يقين نت، مقتل مشرف تربوي بهجوم مسلح وسط ميسان. وفي ميدل إيستاي، أوروبا ترصد كافة قوارب المهاجرين لكنها تتركهم يغرقون. وفي الشرق الأوسط، تبادل اتهامات بين الروس والأمريكيين في جلسة مجلس الأمن حول أوكرانيا. نقرأ في القدس العربي، وزير الخارجية الجزائري: مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق. وفي فاينانشال تايم، انتصار بوتين في المواجهة مع الغرب سيزيد من طائفة المعجبين بأسلوبه البلطجي. نبدأ مع الكاتب علي إحسيان ومقالي في صحيفة المدى عن الصواريخ التي تطلقها الميليشيات، قائلا: لا تصلح خطابات التنديد والاستنكار وبيانات الجهات الأمنية التي تبشرنا أن الوضع تحت السيطرة للسكوت على ما حدث في مطار بغداد. فمن الواضح تماما أن هناك من يدفع بنا بقوة ودهاء إلى أتون جحيم طائفي لن يسلم منه أحد، وعليه فيجب أن ننتبه جميعا إلى أننا الآن نواجه قوى تعتمد تكتيكيا لإشعال حوادث إرهابية هنا وهناك في إطار استراتيجية منظمة لا تريد للاحتقان الطائفي أن يخمد. صواريخ المطار بالأمس رسالة تقول بوضوح إن كل الأمور يمكن أن يفلت زمامها في أي لحظة. فالواضح أن من يهمه إشعال الفتيل يوجه ضرباته بمنتهى الدقة من حيث اختيار التوقيت والمكان، وكأنه يريد أن يقطع الطريق على أي محاولة للبحث عن حلول حقيقية لجذور المشكلة، بإغراق البلاد في دوامات ودوائر عنف لن تنتهي. في كل يوم يتسلل الخوف إلى نفوس الناس وهم يعيشون في ظل صواريخ تطل عليهم بين يوم وآخر، فالخوف يبدأ تدريجيا ويتصاعد حتى يتسع باتساع مدن الوطن وساكنيها. إحساس الناس بأن السلاح المنفلت يسكن بالقرب منهم ويهدد أمنهم ومستقبلهم. للأسف الشديد، البعض يريد أن ننزلق بسرعة شديدة إلى منحدر يبدو بلا قرار، لأنهم يعتقدون أن معركة الصواريخ هي الطريق السهل لممارسة الضغوط وتحقيق المطالب. ليغيب صوت العقل والمنطق، لأن البعض أغلق آذانه عن سماع الأصوات التي لا تعجبه. سيقولون لك إن هذه الصواريخ لطرد الأمريكان، فاعلم أنهم يكذبون. ألم يخبروننا من قبل أن الأمريكان رحلوا؟ ألم يطلبوا منا كل عام أن نحتفل بيوم السيادة؟ الصواريخ تطلق لأن البعض لم يشبع بعد من دماء العراقيين. أضاف الكاتب: الأمريكيون هنا هم الشجرة التي تخفي وراءها الغاية الأكثر أهمية، وهي الإجهاز على أي حلم ببناء دولة المواطنة والاستقرار والرفاهية، لأن المرء يحتاج ليكون ساذجا تماما وربما غبيا لأقصى درجة لكي يصدق الاسطوانة المشروخة بحسب تعبير الكاتب التي يرددها بعضهم عن طرد الأمريكيين من العراق. فالناس تدرك جيدا أن معظم أساساتنا لا ينامون قبل أن يطمئنوا على رضا السادة المسؤولين. وهنا نقرأ أيضا: لا ينامون قبل أن يطمئنوا على رضا السفير الأمريكي. السادة المسؤولون، الناس تنتظر إجابات حقيقية ومسؤولة عن الجهات التي تقف وراء لعبة الصواريخ، لا إجابات عن طريقة السيد على طريقة السيد قاسم عطا خالد الذكر صاحب نظرية الوضع تحت السيطرة.
بعد عقدين من الصراعات والمناكفات، استقر الصراع على السلطة في العراق ليكون عهد الديمقراطية غير الحقيقية يكون عهد الديمقراطية غير الحقيقية طابعة للحياة السياسية وطريقا لدمار البلد، وذلك باستمرار العنف والدمار الممنهج لجميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذن عن الديمقراطية المزيفة في العراق كتب ضياء الهاشم مقالا في موقع كتابات. شهد البلد تراجعا في التشريعات القانونية وحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية والصناعة والزراعة والتعليم والصحة والبناء والخدمات، وتغيرت المفاهيم الثقافية والفكرية الموروثة لتصبح رافدا يمول طريق الفساد والانحطاط، فيسود التخلف والتخبط بدلا من الازدهار والاستقرار. يفلت الجميع من العقاب، خصوصا من يكون في موقع السلطة ويرتكب جريمة وليس مخالفة، أو من كان منتميا لجهة سياسية تقف وراءه لتسنده. دائما ما يترك البلد في أزمة إنسانية شبه كاملة، حيث اللامبالاة وعدم الاكتراث بكرامة الإنسان أصبحت ظاهرة طبيعية لدى معظم الذين أمسكوا بزمام الأمور وبدون استثناء. تتأخر رواتب موظفي الدولة لأشهر من شمال العراق حتى جنوبه، فتكون نسبة 60% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من هذه النسبة بكثير يعانون من انعدام الأمن الغذائي. الطبقة السياسية في العراق محصنة حتى من أن يطالها القانون، لأن السلطات القضائية يمكن أن يشترى معظمها بالمال السياسي أو تتبع هذا التكتل السياسي أو ذاك، أو لها مصالح مع بعضهم. المحسوبية وانعدام الشفافية والعدالة الاجتماعية والإدارة الاستراتيجية خلق تراكما من الفساد لا يمكن لأي أجهزة تنفيذية محاربته أو القضاء عليه لعقود من الزمن. أضاف الكاتب: الفوضى عمت كل شيء حتى باتت عنوانا لحياة بائسة من دون أمل لدى طبقة الشباب قبل الكهول، بل إن البلد يتراجع فيه معدل الاستقرار الأمني والمجتمعي فوق ما شهدته نسب معدلات الجريمة في القرن 13. وإلى مقال للكاتب جاسم الشمري قال فيه: قبل عام 2003 لم يقم الجيش العراقي قبل هذا العام على أسس طائفية أو مذهبية، وربما يمكن القول إن الغالبية العظمى من الأسس التي بني عليها الجيش العراقي قبل عام 2003 هي أسس وطنية، وفي بعض المراحل ربما كانت قائمة على الولاء للمنظومة الحاكمة، ومع ذلك فهي ليست طائفية. بعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 بني الجيش على أسس طائفية واضحة وغير مخفية، فقد ذكر مركز كارنغي للشرق الأوسط هذه الحقيقة، وبين أن عدم التوازن المتصور بين التركيبة السكانية وبين التمثيل النسبي يمتد ليشمل قطاع الأمن. وقد رأينا صوراً عجيبة لبناء المنظومة العسكرية بشكل طائفي بغيض، ففي بداية 2020 تم تخريج طلبة الكلية العسكرية الرابعة في ضريحي الإمامين الحسين والعباس في كربلاء، وهذا الفعل لا يتفق مع القوانين العسكرية المتبعة في القانون العسكري العراقي. وربما الأخطر من ذلك هي سياسة منح الرتب غير الحقيقية للمقربين من الأحزاب والميليشيات المسلحة غير الرسمية. وقد امتازت مرحلة ما بعد العام 2003 بمنح الرتبة العسكرية بشكل طائفي في صفوف الجيش العراقي. لقد تغيرت الأولويات حتى في الجيش الذي شكله الحاكم المدني بريمر، وبدأت الرتب والترقيات تمنح عشوائيا حتى لضباط لا يعرفون القراءة والكتابة. وبناء على ما تقدم يضيف الكاتب: يمكن اقتراح جملة من الحلول التي قد تسهم في علاج الطائفية في الجيش العراقي والمجتمع، ومن هذه الحلول إحياء مفهوم الانتماء للأمة والوطن والعمل على توحيد الصفوف بعيدا عن عطائي
دوري أكبر للعلماء والخطباء لإيقاف موجة الطائفية المقيتة بحسب الكاتب. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الشأن السوري، إذ كتب أحمد موفق زيدان مقالا في موقع عربي 21 جاء فيه: كشفت حملة اليوتيوبر أبو فلة عن فضائح جديدة للأمم المتحدة. فبعد أن نجح أبو فلة في جمع 11 مليون دولار لإخوانه في الشمال السوري المحرر، جمعهم بجهد أثبت مجددا قدرة الأفراد مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي على ما عجزت عنه منظمات دولية، لكنه كشف بالمقابل عن فساد كبير وسط المنظمة الدولية التي سارعت إلى الإعلان صراحة أنها ستخصص نصف المبلغ لجوانبها الإدارية، مما عرضها لعاصفة من الهجوم والتغريدات والوسوم فتراجعت عن قرارها. أما ما يجري في سوريا اليوم من فساد سياسي فقد أزكم الأنوف وجعل المبعوث الأممي جير بيدرسون ذاته ينقلب على كل قرارات المنظمة الدولية ومجلس الأمن، ويضرب بعرض الحائط أساس تفويضه في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، فيدعو إلى سياسة الخطوة خطوة ويسوق للنظام السوري عربيا وحتى دوليا، وهو النظام الذي قصف المشافي التي أعطت المنظمة الدولية ذاتها إحداثياتها له وللمحتل الروسي، بل وكافأته أيضا لاحقا بأن جعلته عضوا في منظمتها الصحية. هذا الفساد الرهيب الذي سارت بذكره الركبان جعل الناس ينفضون على المؤسسة الفاسدة سياسيا وماليا، فخرجت حملة أبو فلدة بعد أن ظن الناس أنها ستصل الأموال إلى مستحقيها، فتبين أن نصفها سيرصد للمحتاجين، وبالطبع أكثر من النصف سيذهب إلى مناطق النظام السوري، ولن يبقى سوى القليل منها للمستحقين الذين يموتون جوعا وبردا في المخيمات. فتداعت منظمات عدة ومنها حتى منظمات أهلية في فلسطين الحبيبة لجمع تبرعات وإرسالها مباشرة إلى منظمات تركية بعد أن فقد الجميع ثقته بالمنظمة الدولية، وتنادت كذلك منظمات أهلية سورية محلية لنفس الغرض. لكن كل هذا التنادي من قبل هذه الجمعيات والمنظمات عبارة عن جزر متناثرة، فلعلها تشكل أرخبيلاً في المستقبل كبديل عن منظمة دولية لم يأتي منها سوى الفساد وتقنينه وتأطيره. وكان صحف أمريكية قد نشرت تحقيقات عن الفساد الذي سببته أعمال فارق صرف الدولار للمبالغ التي ترسلها المنظمة إلى دمشق، فتبين أن فارق صرف الدولار إلى الليرة السورية على مدى 6 سنوات قد يصل إلى أكثر من ملياري دولار. أكد خبراء في الأمم المتحدة أن ما يقرب من 2000 طفل جندهم الحوثيون في اليمن لقوا حتفهم في ساحة المعركة بين كانون الثاني 2020 وشهر أيار 2021. الخبراء الأمميون أفادوا بأن الحوثيين المدعومين من إيران يعقدون المعسكرات والدورات لتشجيع الشباب على القتال على وفق وكالة أسوشيتد بريس. قال الخبراء في تقرير لمجلس الأمن تم تداوله السبت إنهم حققوا في بعض المعسكرات الصيفية في المدارس ومسجد نشر فيه الحوثيون أيديولوجيتهم بهدف تجنيد أطفال يقاتلون في الحرب المستمرة منذ 7 سنوات ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بدعم من تحالف تقوده السعودية. وأشارت لجنة الخبراء المكونة من 4 أعضاء إلى أن الحوثيين أصدروا تعليمات للأطفال بترديد شعار الجماعة الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، كما أنه تم تعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات فقط تنظيف الأسلحة وتفادي الصواريخ. ووثق الخبراء 10 حالات تم فيها اصطحاب أطفال للقتال بعد أن قيل
قيل لهم إنهم سيسجلون في دورات ثقافية، وتسع حالات تم فيها تقديم المساعدات الإنسانية أو رفضها للأسر فقط على أساس مشاركة أطفالهم في القتال، أو للمعلمين على أساس ما إذا كانوا يدرسون مناهج الحوثيين، وحالة واحدة فقط تم فيها ارتكاب عنف جنسي ضد طفل خضع لتدريب عسكري. ونبهت اللجنة إلى أنها تلقت قائمة تضم 1406 أطفال جندهم الحوثيون لقوا حتفهم في ساحة المعركة في عام 2020، وقائمة تضم 562 طفلا جندهم المتمردون لقوا حتفهم في ساحة المعركة بين يناير ومايو 2021، مشيرة إلى أن أعمارهم كانت ما بين 10 سنوات و17 سنة. وقد واصل الحوثيون هجماتهم الجوية والبحرية على السعودية مع تعرض أهداف قريبة من الحدود للخطر، إذ يواصل الحوثيون ضرباتهم العميقة داخل السعودية بأقل تكرار باستخدام طائرات من دون طيار بعيدة المدى، وكذلك صواريخ كروز وصواريخ باليستية. ذكر موقع ميدل ستايل البريطاني أن أعمال رصد ومراقبة البحر الأبيض المتوسط تجرى بصورة دائمة وشاملة، وذلك عبر العديد من الدول بتنسيق عال، لكن قوارب المهاجرين التي تتعرض للغرق تترك لمصيرها. وقال الموقع في تقرير له إن الأعمال الأوروبية للمراقبة والرصد الجوي تعتمد بكثافة على القطاع الخاص، وهو عبارة عن شبكة غير خاضعة للإجراءات الحكومية من حيث التنظيم والأداء، بل يكتنفها الغموض. وتتكون هذه الشبكة التي تستخدمها فرونتشيكس من مجموعة من شركات الأسلحة والتكنولوجيا. ارتفعت أعداد الوفيات بشكل كبير في المركز من البحر المتوسط في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة IOM 2041 لاجئاً في عداد الموتى والمفقودين في عام 2021، بينما كان العدد المدون في عام 2021 هو 1448، كما ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم الدفع بهم للعودة من قبل حرس السواحل الليبي، والذي هو عبارة عن ائتلاف من جماعات الميليشيات ومهربي البشر. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حكمت في عام 2012 بأن إيطاليا انتهكت مبادئ حقوق الإنسان من خلال رفض المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي الأفريقيين وهم في عرض البحر. وحرم الحكم الشهير الذي يعرف باسم حكم هيرسي إعادة اللاجئين قسراً إلى ليبيا. رداً على ذلك، بدأت أقطار الاتحاد الأوروبي تبحث عن سبل وآليات للتعامل مع الوضع لدى المصدر، وبدأت بتدريب وتجهيز حرس السواحل الليبي حتى يحول دون أن يتمكن المهاجرون من الوصول إلى السواحل الأوروبية. ويقول وايز إن حرس السواحل اكتسب مظهر المهنية إذ يحظى بالتمويل والتجهيز من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك لم يطرأ أي تحسن على أدائه. وهنا يقول ناشطون إن حرس السواحل يترددون في القيام بمهمات البحث والإنقاذ، لأن الغاية الرئيسة من وجودهم هي إجبار القوارب على العودة من حيث جاءت وإعادة المهاجرين إلى الأرض الأفريقية. إلى الأخبار المنوعة في صدى الإقلام، إذ اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال احتفال قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته 13 بحفل تتويج الفائزين في بطولة للصقور، وأقيم هذا الاحتفال في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. وزعت الجهة المنظمة جوائز قيمة على الفائزين تقدر بالملايين في تأكيد عراقة هذه الرياضة والهواية التي تضرب بجذورها في عمق المجتمعات العربية. حضر هذا الحفل عدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة،
ومجلس إدارة جمعية القناص القطرية وبعض الصقارين من قطر ومن دول الخليج وضيوف الاحتفال. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.